and the first week of March is going to be very critical. Before I go into a detailed analysis of the first week of March, ساعات أو أيام تحذيرات تتوالى من الزلزال الكبير، فلا يزال العالم الهولندي فرانك هوجربتس يثير الجدل بتوقعاته، وخرج ليحذر مجدداً من زلزال في الأسبوع الأول من شهر آذار المقبل، كما توقع عالم الجيولوجيا العراقي صالح محمد عوض وقوع زلزال يوم 8 آذار المقبل وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. This is one planetary conjunction on the 24th and it is followed by a lunar conjunction early on the 25th. هوجربتس أطلع على المتابعين بتغريدة مرعبة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن تقارب هندسة الكواكب الحرجة في 5 و 6 آذار قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير إلى كبير جداً، وربما حتى زلزال هائل في حوالي 3 و 4 آذار أو 6 و 7 آذار قد تصل قوته إلى 8 درجات. أتى ذلك بعد أن أطلق فرانك قبل أيام تحذيرات أثارت الكثير من الجدل والرعب في آن، متحدثاً عن أنشطة زلزالية صغيرة في الفترة ما بين 25 و 26 من شباط الحالي، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر آذار سيكون حرجاً. منذ وقوع أول زلزال مدمر في كل من سوريا وتركيا في 6 شباط، اتجهت الأنظار نحو هوجربت، لا سيما بعد نشره تغريدات عن العديد من زلازل ستقع في مناطق معينة ووقعت بالفعل. أما العالم العراقي صالح محمد العوض فقد بيّن أن التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح بحدوث زلزال في مكان معين ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا. وأوضح في حديث للشرق الأوسط أن الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة، وبدأت الهزات الأرضية تنتشر بعد زلزال تركيا المدمر، كما أن الصفيحة تتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلزال المدمر. يذكر أن العديد من الخبراء كانوا قد أكدوا سابقاً أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم، كما انتقد العديد من العلماء نظريات هوجربتس نافين مسألة ارتباط حركة الكواكب وتموضعها بالنشاط الزلزالي.